وضعت الهند استراتيجية رباعية للعمل على توفير احتياجاتها من الطاقة في وقت أصبح مفهوم أمن الطاقة مترابطاً مع القضايا البيئية والسياسية والأمنية. تعد الهند ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، وينمو الطلب على الكهرباء بنسبة 4.7% كل عام. وتقوم استراتيجية أمن الطاقة في الهند على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تنويع مصادر الإمدادات وإنتاج مزيد من النفط والغاز محلياً والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة واستخدام الغاز والهيدروجين الأخضر مساراً لانتقال الطاقة. وبينما تعتمد على الواردات لتلبية 85% من احتياجاتها النفطية و 50% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، تقوم الهند بخلط الإيثانول المستخرج من قصب السكر وغيره من المنتجات الزراعية بالبنزين لتقليل الاعتماد على الخارج، بينما تعمل على تحقيق 20% من مزج الإيثانول بالبنزين بحلول عام 2025. زادت الهند عدد موارد النفط الخام من 27 دولة إلى 39 دولة، مضيفة موردين جدداً مثل كولومبيا وروسيا وليبيا والغابون وغينيا الاستوائية. شرعت الهند في تكرير النفط الخام المستخرج من باطن الأرض لإنتاج البنزين والديزل، واستخدمت الغاز لتوليد الكهرباء وصنع الأسمدة وتشغيل السيارات وتوصيله إلى المنازل. تستهدف الهند زيادة مساحة استكشاف النفط والغاز المحلي إلى 0.5 مليون كيلومتر مربع بحلول عام 2025 ومليون كيلومتر مربع بحلول عام 2030. في الوقت نفسه تكمل الحكومة الهندية الإمدادات من خلال إنشاء مصانع الغاز الحيوي المضغوط التي تستخدم النفايات الحيوانية والزراعية لإنتاج الغاز. ولجعل الهند مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تستهدف الهند إنتاج 5 ملايين طن على الأقل سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.